بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، سورة عظيمة أنكرها الملحدون والمشككون، وهي سورة الجن. واتهموا النبي عليه الصلاة والسلام أنه يخيل له أنه رأى الجن. لذلك الله تبارك وتعالى وضع في هذه السورة معجزة واضحة تدل على صدق هذا النبي الكريم. دققوا معي هذه اللوحة الرائعة أيها الأحبة. عدد حروف سورة الجن 285 حرفا، هذا العدد من مضاعفات 19، فهو يساوي 285 يساوي 19 مضروب ب15. هذه السورة انتهت بقوله تعالى وأحصى كل شيء عددا. آخر كلمة في هذه السورة هي كلمة عددا، تشير إلى العدد. العجيب أن حرف العين تكرر 37 مرة في هذه السورة كاملة، حرف الدال تكرر 54 مرة، وحرف الألف تكرر 216 مرة. لو قمنا بجمع الحروف التي تشكل كلمة عددا في سورة الجن، يعني 37 زائد 54 زائد 54 الدال الثانية زائد 216 الألف، ستكون النتيجة بالضبط 361 أي 19 ضرب 19. سبحان الله. كل آية من آيات سورة الجن انتهت بكلمة محددة، عجب، أحد، ولد، شطط، وهكذا. العجيب أن مجموع حروف هذه الكلمات هو 114 حرفا. هذا العدد يساوي عدد سور القرآن، وهو مضاعفات العدد 19. 114 يساوي 19 مضروب في 6. والسؤال، ألا تدل هذه الأعداد على أن منزل هذه السورة هو الله تبارك وتعالى؟ والحمد لله رب العالمين.